أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها بالعناوين. رئيس نقابة العمالية بميناء عدن يقول للمشاهد نت: هذا ما نخسره من منع إصدار تصاريح الدخول للسفن إلى الميناء. الساندي تيليغراف تقول: السعودية تخشى من انتقال القدرات الصاروخية من الحوثيين إلى تنظيم القاعدة. موقع دولي يحذر من اقتراب الحرب من زبيد، دار الملك الرسولي ومدارس تاريخية وجوامع مهددة. وأخيرا من البي بي سي: مقتل عريس هندي في انفجار هدية تلقاها احتفالا بزواجه. أهلا بكم. اتهم رئيس النقابة العمالية بميناء عدن للحاويات سعيد عبود التحالف العربي بمنع عدد من السفن التجارية من الدخول للميناء، وأكد في بيان حصل موقع المشاهد نت على نسخة منه أن منع إصدار تصاريح الدخول للسفن إلى الميناء إلى ميناء عدن يعد خطوة غير مبررة من جانب قيادة التحالف العربي، وأوضح أن هناك 3 سفن حاويات أعدت للإبحار من ميناء جدة لميناء عدن، إلا أن تراخيص الدخول لم تصدر إلى الآن، ما أدى لبقاء السفن في الانتظار فترات زمنية طويلة في غاطس ميناء جدة. وأشار إلى أن السفن الثلاث تنتظر الإذن منذ يناير 2018، ولتأخر إصدار التصاريح عواقب منها زيادة كلفة النقل التي ستظل مسألة نزاع بين الخط الملاحي ومستوردي البضائع من التجار اليمنيين، وقد تؤدي كل هذه الأمور إلى تراجع الخط الملاحي أو تعليق إرسال سفنه إلى ميناء عدن. ويرى خبراء أن عودة نشاط الميناء سيكون له أثر كبير على اقتصاد اليمن، خصوصا بعد توقف ميناء الحديدة عن العمل، إذ سيعمل على رفض خزينة الدولة بمئات المليارات من الريالات سنويا وتنشيط الحركة الاقتصادية لمعظم القطاعات الحكومية. إلى العناوين الرئيسية في صحيفة أخبار اليوم، والتي ركزت على الأحداث الدامية التي شهدتها عدن. الرئيس ورئيس الحكومة يؤكدان على ملاحقة العناصر الإرهابية واتخاذ إجراءات حاسمة. وعنوان: الإصلاح يحذر من خطورة استمرار الانفلات الأمني في عدن. وعنوان آخر: داعش يتبنى تفجير سيارتين مفخختين بعدن أدى إلى مقتل 6 أشخاص وعشرات الجرحى. ومن تعز: مواجهة بالصلو والميليشيا تطرد سكان الأقيوس جنوب تعز. ومن أبين: معلمو أبين المحالون إلى التقاعد يناشدون المحافظة بضرورة عمل حل لمشاكلهم. بدل الشكوى الدائمة من ظلم العالم وانحيازه إلى موتنا، أليس من واجبنا أخذ هذه الحقيقة بعين الاعتبار في حساباتنا لمواجهتها في إطار خطط مدروسة نبلورها ونطبقها أخيرا لترميم أوضاعنا وإصلاحها؟ هذا جزء من مقال كتبه السيريم السوري ميشيل كيلو في العربي الجديد، مضيفا في أجزاء أخرى: صمودنا اليوم وانتصارنا غدا رهن بمبارحة واقعنا المريض وإصلاح مواقف الدول منا وإقناعها بأن مصالحها لن تكون محفوظة عندنا إلا بقدر ما تكون حقوقنا مصونة عندها، وأننا طرف مقرر في الصراع سيحدد أيضا من سيفوز أو سيهزم. بعد 6 أعوام من إدانة مواقف العالم، حان الوقت كي ندير ظهرنا لهذا النهج العبثي ونلتفت إلى ما أهملناه دوماً: وضعنا نحن، وضع قوانا السياسية والعسكرية، ووضع شعبنا في الداخل والخارج، ونمط ما اتخذناه من مواقف وبلورناه من رؤى وبرامج لمواجهة ما مررنا به ونمر به من تحديات، ووضع ممارساتنا والأساليب التي استخدمناها في معركتنا الشاقة من أجل حريتنا، وما قمنا به من تدابير كي لا يتقدم أعداؤنا علينا ونجد أنفسنا محكومين بردود فعل تترك لهم المبادرة والخطوات الاستباقية وتجبرنا على انتهاج سياسات لا يمكن أن يحترمها أحد، قليلة أو عديمة الترابط لحقيقة وجزئية، وتفتقر إلى الواقعية والانسجام مثلما كانت سياساتنا خلال نيف و6 أعوام لم نتعلم خلالها الكثير.
إذا كانت الدول تتخذ موقفاً ظالماً منا، هل هذا سبب كاف لأن نتخذ نحن أيضاً الموقف نفسه من أنفسنا وثورتنا؟ ونظل أسرى علاقات مركزها الآخر وليس نحن، على الرغم من أننا نحن أصحاب قضيتنا وليس هو أو أي أحد سوانا. تصدرت أخبار التفجيرات والقتل الصفحة الرئيسية لموقع المصدر أونلاين، ونطالع عدداً من هذه العناوين. تفجيران استهدفا بوابة معسكر مكافحة الإرهاب في حي جولد مور بعدن، وعنوان مقتل ثلاثة وإصابة آخرين في حادثتين منفصلتين بمحافظة تعز. وقال الموقع إنه قتل مدنيان اثنان وأصيب آخرون مساء السبت جراء اشتباكات اندلعت بين مسلحين حول ملكية قطعة أرض بمديرية الشمايتين جنوبية محافظة تعز. وقال مصدر محلي للمصدر أونلاين إن الاشتباكات اندلعت بين مسلحين من أبناء زريقة وآخرين من أبناء أديم في الشمايتين، وأسفرت عن مقتل يوسف الزريقي وعبد الرحمن سعيد وإصابة آخرين أو آخرين نقلوا إلى مستشفى التربة. في سياق منفصل، لقي طفل يدعى بشار طه 17 عاما مصرعه برصاص قناص حوثي في منطقة الهراهر شرقية مدينة تعز. وحيد عبد المجيد يكتب مقالا في صحيفة الحياة بعنوان العلاقة المعقدة بين أزمتي الديمقراطية والليبرالية، مضيفا يحبس أنصار الديمقراطية أنفاسهم كلما حل موعد انتخابات عامة في عدد متزايد من الدول التي يعد كل منها نموذجا للحريات. أصبحت هذه الانتخابات مناسبة للتعبير عن غضب أعداد معتبرة من الناخبين وتراجع ثقتهم بأداء مؤسسات النظام الديمقراطي التي لا تحل مشاكلهم، وتفقد الديمقراطية في كل يوم بعض بريقها الذي جعلها مصدر فخر لشعوب الدول التي تنعم بها. الثقافة الليبرالية أيضا تتراجع في البلدان التي كنا نحسب أنها صارت راسخة فيها بعد أن انتشرت قيمها السياسية ولم تعد مقصورة على الليبراليين، ومعهم المحافظون المعتدلون والاشتراكيون الديمقراطيون والاتجاهات الوسيطة. تكيف الشيوعيون في أغلبهم أيضا مع هذه الثقافة، وكذلك بدرجة أو بأخرى القوميون المتطرفون، وصارت الثقافة الليبرالية بهذا المعنى ثقافة المنخرطين في العملية الديمقراطية بوجه عام والملتزمين بقواعدها وإجراءاتها، غير أن هذا كله لم يعصمها من أزمة تجعلها في أضعف لحظة لها منذ نحو قرنين. لم تكن مقدمات هذه الأزمة ظاهرة بوضوح حين بدا أنها حققت نصرا تاريخيا على الثقافات الشمولية وليس الماركسية الستليانية وشبيهاتها فقط في مطلع التسعينيات. ويبدو اليوم أن لحظة النصر هذه كانت هي نفسها لحظة بداية التراجع. في موقع ارفع صوتك، عنوان بارز للتنبيه عن الخطر الذي يتهدد واحدة من أقدم وأهم العواصم اليمنية القديمة، وعنوان الموقع الحرب تفاقم المخاوف بشأن مدينة زبيد الأثرية. قال الموقع تقترب المعارك العنيفة بين قوات الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين يوما بعد يوم من أسوار مدينة زبيد التاريخية، ما يفاقم المخاوف بشأن مصير المدينة الأثرية المهددة أصلا بالشطب من قائمة اليونسكو للتراث العالمي. ويقول أستاذ الأثار والعمارة الإسلامية بجامعة صنعاء محمد العروسي أن المدينة التاريخية تعرضت خلال السنوات الأخيرة لإهمال وتدمير متعمد في ظل صمت مطبق من الجهات الرسمية المختصة. يؤكد العروسي الذي ألف كتابا باللغة الفرنسية عن مدارس العلوم الإسلامية في مدينة زبيد أن منظمة اليونسكو هددت أكثر من ثلاث مرات بشطب المدينة من قائمة التراث العالمي، وترفض حاليا مناقشة موضوع زبيد نهائيا نتيجة المخالفات الكثيرة والبناء العشوائي وتدمير المنشآت المعمارية التاريخية. وأضاف أن واقع المدينة مأساوي جدا لأن عناصرها المعمارية والهندسية والزخرفية تتعرض لتدمير متعمد. ويقول إن أهم المباني التاريخية التي ما زالت قائمة حتى الآن 52 مسجدا و25 رباط علم و28 مدرسة، فضلا عن دار الملك الناصري الرسولي الذي يعود إلى نهاية القرن الثامن الهجري.
بعد الفاصل سنعود لمتابعة أبرز ما أوردته الصحف العربية والعالمية بالإضافة إلى بعض الأخبار المتنوعة، فابقوا معنا. نفرد مساحة لتغريداتكم ومنشوراتكم على كافة مواقع التواصل الاجتماعي. نجمع أبرز ما تناقلته تلك المواقع ونقدمها لكم. كيبورد، صدى أصواتكم وأفكاركم، فكونوا على الموعد. أهلا بكم من جديد. صحيفة ساندي تيليغراف نشرت موضوعا لمراسلها للشؤون الحربية بن فارمر من العاصمة السعودية الرياض بعنوان السعودية تخشى من انتقال القدرات الصاروخية الإيرانية التي استخدمها الحوثيون في اليمن إلى تنظيم القاعدة. يقول فارمر في التقرير الذي ترجمته البي بي سي أن السلطات السعودية أعربت عن مخاوفها من إمكانية انتقال الخبرات الصاروخية الإيرانية والتي ساعدت المسلحين الحوثيين في اليمن على إطلاق صواريخ بعيدة المدى من اليمن على العاصمة الرياض قد تصل إلى مسلحي تنظيم القاعدة بشكل أو بآخر. وتضيف الجريدة أن اليمن بوصفه ساحة للحرب بالوكالة بين السعودية وإيران منذ عام 2015 يمثل خطرا كبيرا على الرياض بسبب الصواريخ بعيدة ومتوسطة المدى، خاصة بعدما ساهم الخبراء الإيرانيون في تطوير إمكانيات الحوثيين الصاروخية. وتؤكد الجريدة أن المسؤولين السعوديين يشعرون بالخوف ليس لأن الإيرانيين يمدون الحوثيين بالسلاح فقط، لكن لأنهم أيضا ينقلون إليهم الخبرة التصنيعية لتطوير قدراتهم الصاروخية. 5 قتلى و31 جريحا بتفجيرين انتحاريين في عدن، عنوان في صحيفة العرب الجديد جاء في تفاصيله. أن مدير إدارة الأمن في مدينة عدن شلال شائع أعلن أن عدد ضحايا هجومين انتحاريين وقعا في المدينة مساء السبت وصل إلى 5 قتلى و31 جريحا من أفراد الأمن والمدنيين. وأوضح شائع في بيان حصل العرب الجديد على نسخة منه أن قوة الأمن في المدينة أحبطت هجوما إرهابيا بسيارتين مفخختين، بالإضافة إلى عدد من الانغماسيين الذين هاجموا مقر إدارة مكافحة الإرهاب. وتابع مدير الأمن: يقظة رجال الأمن أفشلت المخططة وتمت تصفية الانغماسيين قبل أن يتمكنوا من الوصول إلى البوابة الخارجية لمقر مكافحة الإرهاب. وفي وقت سابق من اليوم أعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن التفجيرين. خلال العامين الماضيين شهدت عدن العديد من الهجمات الانتحارية وتبنى العديد منها تنظيم داعش الإرهابي. ماذا بعد إفلاس النظام السياسي العربي؟ تحت هذا العنوان كتب حلمي الأسمر مقاله أو مقالة في العربي الجديد مضيفا في أجزاء منها. الانهيار التام للنظام العربي الرسمي، وكيف يبدأ أي مشروع نهضوي تضميدي لجراح العرب ومن أين يبدأ؟ شغل هذا السؤال أكبر عقول العرب مفكرين وكتاب وفلاسفة وحركات وأحزاب وجماعات، ولم يزل على رأس أجندة هؤلاء كلهم. أما رموز هذا النظام من صناعة قرار وأولياء أمر فهم في شغل آخر، وما يهمهم وما يشغل بالهم كيفية الحفاظ على كراسي الحكم. وسوى ذلك فليكن الطوفان، بل إن بعضهم غارق حتى أذنيه بكيفية محاربة أي بذرة خير تنبت هنا أو هناك، ويمكن أن تكون بداية خروج من الكارثة. وما قصة الربيع العربي وما حدث له من سحق بلا رحمة ببعيدة؟ فقد تجندت كل قوى الشر لقتل المولود الجديد في مهده، باعتباره كان سيهدد مكتسبات هؤلاء ويعيد بناء كرامة العرب وكبريائهم. ومن غريب ما حدث هنا أن كل من له علاقة في شأن بالعرب وحياتهم من عرب وعجم ساهم بمنتهى الشراسة في شيطرة الربيع وقتله، حتى أولئك الناعقون بحقوق الإنسان والديمقراطية في بلاد الغرب كانوا عونا بمنتهى الإخلاص لقتلة الربيع، على الرغم من كل ما يتشدقون به من دعاوى الحرص على حياة الشر وحقوقهم. ليس سؤال النهوض من كبوة العرب سؤالا فلسفيا فكريا فحسب، بل هو متعلق أيضا بصحة تشخيص المشكلة وصحة تصنيفها أيضا.
ثمة عشرات وربما مئات من الكتب والبحوث كتبت في الموضوع، ويبدو من السذاجة بمكان الإجابة هنا عن السؤال ببساطة، لكن مفتاح الإجابة متعلق بالإنسان العربي نفسه وكيفية تفكيره وما يجعله متخاذلا أو غير قادر على الانتصار لنفسه. قبور الأحياء في اليمن موضوع نشرت عنه صحيفة القدس العربي تقرير بعنوان ظاهرة قبور الأحياء في اليمن تعايش معها المجتمع والسلطات المتعاقبة منذ عقود. تقول الصحيفة في التقرير إن هناك من اقتطع مساحات في مقبرة وأقام عليها قبورا تخصه ومنح تلك القبور أرقاما أو أسماء أو يتركها بدون ذلك، لكن حراس المقبرة يعرفون أنها تخص فلان يستخدمها لمن يريد. كل ذلك يحدث تحت عنوان القبور المحجوزة للأحياء في سياق مشكلة تتفاقم مع تزايد معاناة المدينة من أزمة مقابر منذ عقدين ونيف. وتضيف أن هذه الظاهرة تتضح في معظم المقابر الكبيرة في العاصمة صنعاء والتي أصبحت العاصمة صنعاء وخاصة تلك الواقعة في مناطق الكثافة السكانية كمقبرة خزيمة أو مقبرة النجيمات وغيرها من المقابر، والتي تطورت فيها هذه الظاهرة حتى أصبح لقبور موتاها الأحياء حكاية تروى. وبالرغم من أن بعض حراس تلك المقابر كشف هوية من يستحوذون على مجموعات من القبور المحجوزة لهم منذ سنوات، إلا أننا نجدهم في الوقت ذاته لا ينكرون الظاهرة، ولا يخفي بعضهم مخاوفه مما صارت تمثله هذه الظاهرة من مشكلة. أحد حفاري القبور في مقبرة خزيمة يقول من غير المعقول أن يستمر هذا الوضع، فمعظم من يموتون فقراء أو معدمين، وأحيانا لا يجدون ما يغطي كلفة القبر، وفي المقابل كثيرون يحجزون قبورا أو يطلبون ذلك، وهؤلاء غالبا أغنياء وميسورون. ويصل عدد المقابر في المدينة إلى 100 مقبرة أصبح 30% منها مغلقة بعد استنفاذ مساحتها، والمشكلة تصبح أكثر تعقيدا مع عدم وضع حد لاستمرار الأحياء في الاستحواذ على ما هو حق للموتى. من بين أكثر الأخبار المنوعة مطالعة ما جاء في شبكة البي بي سي البريطانية، والتي عنونت مقتل عريس هندي في انفجار هدية تلقى احتفالا بزواجه. تقول البي بي سي لقي شاب وجدته في منطقة أوديشيا شرقي الهند مصرعهما عندما انفجر طرد ورد ضمن الهدايا التي تسلمها احتفالا بزواجه، وأصيبت الزوجة بجراح نقلت على إثرها إلى المستشفى. تضيف الشبكة تلقى العريسان العديد من الهدايا وانفجرت إحداها، واتضح أن الطرد كان به قنبلة مصممة للانفجار عند فتح الغلاف. قال المتحدث باسم الشرطة أن الطرد لم يكن يحوي اسم المرسل أو عنوانه. يتابع الموقع رغم أن الشرطة تأكدت أن دوافع الجريمة غير واضحة، إلا أنها رجحت أن يكون الجاني أحد أبناء المنطقة. قبل نحو أسبوعين بينما كنت أقف عند الحدود السورية الإسرائيلية في هضبة الجولان، كتبت مقالا تقوم فكرته على أن هذه الحدود هي ثاني أخطر منطقة حرب في العالم اليوم بعد شبه الجزيرة الكورية، ولكن من فضلكم أود أن أراجع وأعدل ذلك المقال. هكذا كتب توماس فريدمان مقاله المعاد نشره في صحيفة الغد حول أكثر زاوية مشتعلة على الأرض، وأضاف بعد أن شاهدت مراسم افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، حيث سار الرياضيون الكوريون الشماليون والجنوبيون معا إلى الملعب معا في مهرجان للحب، وبعد أن شاهدت أيضا إسرائيل وهي تسقط طائرة مسيرة إيرانية قادمة من سوريا وتقصف قاعدة في سوريا وتخسر واحدة من طائراتها F-16 بصاروخ سوري، أصبحت أعتقد الآن بأن الجبهة السورية الإسرائيلية اللبنانية هي الزاوية الأكثر خطراً في العالم اليوم. لقد ابتكر مصطلح برميل بارود لوصف هذا المكان، ومصطلح ميدان معركة ثلاثي الأبعاد لا يقترب حتى من البدء بالتقاط تعقيداته. إنه ميدان معركة متعددة الأبعاد، والذي يتطلب حاسوباً كمياً لفرز هذا العدد الهائل من الفاعلين والتحالفات المتغيرة وخطوط الصراع.
ولكن إذا كانت هذه القصة قد زحفت عليك وتركتك مشوشا حول ما يجب أن تكون عليه السياسة الأمريكية، دعني أحاول تفكيك التشابك لك. الأخبار السيئة والأخبار الجيدة عن الحرب في سوريا هي أن كل الأطراف المتورطة تسترشد كلها بقاعدة حديدية واحدة، إنك لا تريد أن تمتلك هذه الحرب، ويبدو أن الوضع القائم هناك هو التجسيد النهائي لمفهوم استأجر حربا، فهناك يريد كل طرف تعظيم مصالحه وتقليل نفوذ منافسيه بوضع أقل عدد ممكن من جنوده الخاصين تحت الخطر، وأن يقاتل بدلا من ذلك من أجل تحقيق أهدافه من خلال القوة الجوية والمرتزقة والثوار المحليين. وقد تعلم اللاعبون جميعا، روسيا من أفغانستان، وإيران من الحرب الإيرانية العراقية، وإسرائيل من جنوب لبنان، والولايات المتحدة من العراق وأفغانستان، أن جماهيرهم لن تتسامح مع توافد أعداد كبيرة من أكياس جثث الجنود الذين يخوضون أي حرب برية في الشرق الأوسط. أحداث الأسبوع كما وثقتها عدسات مصوري الجارديان، نتابعها في جولتنا المصورة لهذا اليوم. بهذه المجموعة من الصور والصحف نكون قد وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة، نتابع وإياكم مجموعة من رسوم الكاريكاتير في أمان الله.